السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. سأشرح لكم يعني طريقة تثبيت نظام الماك او اس النسخة الأخيرة فانتورا على يعني برنامج الفي ام وير، سواء البرو يعني ليس مجاني او البلاير المجاني. انا بطبيعة الحال سأشرح على يعني البلاير مجاني لكي يعني يستفيد الجميع، لأنه ليس كلكم يعني تتوفرون على النسخة المدفوعة من الورك ستيشن، لكن الطريقة فهي نفس الطريقة، يعني سواء أردتم أن تعملوا على النسخة المجانية أو غير المجانية يكفي أن تقوموا بتثبيت كل هذه الأمور التي أمامكم. بالنسبة لي سأعمل على VMware Player نسخة 17. لمن يريد تحميل هذه النسخة فستجدونها في طبيعة الحال في الرابط الدرايف الخاص بي، إضافة إلى الماك او اس تقريبا فيه 13.7 جيكا السكريبت الذي سنحتاج، الانلوكر لتفعيل الخاصية في الفي ام وير، والفي ام وير تولز لتفعيل يعني الدرايفر الخاص ب يعني الشاشة الكارت يعني الجرافيك كارت ل يعني تكبير شاشة الماك او اس في الحاسوب. إذا أول شيء سنقوم بتثبيت الفي ام وير بلاير. إذن بعد يعني تثبيت الـ VMware سنبحث عنها في Start، هي هذه. طبيعة الحال سنختار يعني for free، يعني ماذا لأننا يعني استعمال مجاني ما فينيش. ثم لاحظوا معي عند إنشاء يعني New Virtual Machine Next، فلن نجد يعني خيار الماك او اس. لذن في هذه المرحلة هذه سنحتاج يعني الانلوكر. سأقوم أول شيء قم بغلق البرنامج ثم تأتي إلى الانلوكر، تفك الضغط ثم تأتي إلى وين انستال، كليك يمين ران از ادمنستريتر، الآن يعني لنتحقق من جديد. جيد، New Virtual Machine. لاحظوا معي ظهر الخيار الخاص بالماك او اس، وهنا يعني يجب أن تظهر لك يعني ماك او اس 11 12 13 14، يعني ضروري أن تظهر هذه الخيارات. إذا لم تظهر لديك 13 على الأقل 13، إذا لم تظهر لديك يعني 12 13 14 فيعني هناك مشكل في النسخة التي قمت بتحميلها، سواء كانت يعني الـ VMware Workstation البلاير المجانية أو البرو الغير مجانية، يجب أن تظهر هذه الخاصية هذه يعني 11 12 13 14، واختر آخر نسخة توجد لديك. أنا سأختار يعني الماك او اس 14 او 13 فهي تعمل بشكل جيد، ثم تضغط على نيكست. هنا يعني قم بتسميتها كما تشاء، سأسميها فانتورا بحكم اننا سنقوم بتثبيت اخر نسخة. ثم هنا اعطيها 80 جيجا او 100، انا سأعطيها 100. ثم سأختار ان يكون يعني ملف واحد، نيكست، فينيش. ثم هنا يعني سنحتاج الى القيام ببعض التعديلات settings، كمثلا الرام، ساقوم بزيادة شيئا من الرام على حسب حاسوبك. بروسيسور ساعطيه مثلا 4 اذا استطعنا كذلك. الانترنت ساقطعها، لا نحتاج الانترنت في الاول، اقطع الانترنت، اختر host only. والايزو ساحتاج بطبيعة الحال الايزو الخاص بالفانتورا، وهذا documents وهذا الايزو. ثم اعتقد الامور الاخرى يعني لا تقوم بتغييرها، فيكفي يعني هذه الامور هذه. ثم بعد ذلك يعني ستقوم بغلق البرنامج، ثم سنحتاج الى السكريبت. بالنسبة للسكريبت فلدينا يعني الحواسيب التي فيها يعني بروسيسور انتل ستأخذ هذا السكريبت هذا، أما بخصوص الحواسيب التي لديها يعني AMD ستحتاج هذا السكريبت هذا إلى حدود هنا.
أما بخصوص الإنترنت سأشرح لكم كيف ذلك. إذن أول شيء يعني سنذهب إلى يعني document، نذهب إلى document ثم virtual machines، ثم تدخل على يعني النظام التسمية التي سميته، ثم تبحث على هذه الأيقونة وتأكد، ثم كليك يمين properties، تأكد هل هي يعني نقطة VMX. إذا كانت نقطة VMX فهذا هو الملف الذي نريد التغيير فيه. كليك يمين open with، ثم choose another app، ثم more app، ثم ابحث هنا عن notepad، ثم OK. بعد ذلك سنقوم بتكبير الشاشة، سنذهب إلى الأسفل، ثم هنا في الأسفل سنضيف الكود على حسب. إذا كان لديك انتل، بالنسبة لدي انتل سأقوم بأخذ هذا الكود. إذا كان لديك AMD خذ ذلك الكود. لكن قبل أن أخذ هذا الكود سأبحث عن هذا الإنترنت، هذا زيرو فيرتوال ديف، وسأقوم بتغيير هذه القيمة. هذه القيمة توجد هنا، لاحظوا معي، ها هي إنترنت زيرو فيرتوال ديف، ستقوم بتغييرها. قم بمسح هذه القيمة، وضع القيمة الجديدة، وآتي هنا إلى الأسفل، ثم سأخذ الكود كنترول سي، ثم هنا كنترول في، تقوم بنسخ الأكواد، ثم بعد ذلك تقوم بغلق الملف، ثم سيف يعني حفظ، ثم تقوم بغلق كذلك يعني هذا الملف، هذا تقوم بغلق كل شيء جيد. ثم سنقوم بتثبيت الماك او اس جيد، نقوم بالضغط على الماشين هكذا، ثم بلاي من هنا او من هنا. جيد، لقد ظهر اللوغو، هذا شيء جيد، يعني الأمور تعمل بشكل جيد. وعندما تظهر طبيعة الحال فأنا أقوم بتسريع يعني الفيديو، عندما تظهر الشاشة اختر اللغة التي تريد، ثم next، ثم قبل أن تقوم بالتثبيت يجب أولا يعني تهيئة القرص، continue disk utility من هنا، من disk utility، ثم بطبيعة الحال القرص ستجده هو الأول تقريبا، يعني لدي أنا 100 جيجا، أنت ستجد 80 أو على حسب، ثم تضغط على erase، اكتب يعني سميه كما تشاء، سأسمي أنا مثلا ماك او اس فانتورا، ثم اترك الإعدادات كما هي. جيد، قم بغلق النافذة، ثم بعد ذلك يعني انستال. ثم ستختار هنا يعني القرص الذي قمت بتهيئته، continue، وبطبيعة الحال سيأخذ الكثير من الوقت على حسب يعني سرعة الحاسوب والرام وكل شيء. انا بالنسبة لي سأقوم بتسريع هذه المراحل هذه، وطبيعة الحال عندما سنصل لمرحلة يعني يجب ان اشرح فيها بعض الامور سأتوقف لاشرح. اذا بعد ان اخذ يعني وقت طويل جدا صراحة، حاسوبي ليس قوي جدا، ستأتي هذه الاعدادات، هذه اعدادات عادية يعني سأمر يعني مرار الكرام عليها، يعني قم بتبطيء سرعة الفيديو وشاهدها يعني ان كنت تريد مشاهدة هذه المراحل هذه. بالنسبة لي في أول فيديو قلت لكم أن تقطعوا الإنترنت وأريتكم الطريقة، يعني my computer does not have internet، إذا كما تلاحظون فالماك يعني الآن ثبت بشكل جيد. إذا قمت يعني بشاشة كاملة لن يعني يأخذ الشاشة كاملة، لماذا؟ لأنه الدرايفر الخاص ب
بالجرافيك، لاحظوا معي ليس مثبت، يجب أن أجد هنا يعني 128 ميجا. إذا سنقوم بتثبيت الدرايفر، طبيعة الحال سنقوم بإيجاكت لهذا السي دي هذا، ثم بعد ذلك يعني ستضغط على هذا السهم هذا هكذا، أو يعني بيريفيريك أو على حسب يعني النسخة التي لديك، ثم ستأتي إلى السي دي من هنا، ثم سيتينجز، ثم براوز، ثم سنختار VMware Tools. أوكي، عفوا لقد نسيت يعني أن أضع هذا الخيار هذا Connected، ثم أوكي. جيد، الآن يعني يعمل معنا، أضغط على Install VMware Tools، نضع الباسورد الخاص بالحاسوب الخاص بالماك الذي وضعناه في الأول، سنقوم بالسماح للفيمور أن نعطيها الصلاحيات، سأقوم بالنزول إلى الأسفل، هنا يعني سنجد فيمور يعني authorization، سنعطيها allow، باسورد دائما، ثم بطبيعة الحال سأضغط هنا على أوكي، ثم سأقوم بغلق هذه النوافذ هذه، ثم Not Now يعني سيطلب الريستارت Not Now، ثم سأقوم بغلق هذه النافذة هذه. لا مشكلة يعني لا تقوم بأي شيء، حتى لو ظهرت هذه النافذة مرة أخرى لا تقوم بأي شيء، فقط اضغط على أوكي ثم Close. رغم أنه The Installation Failed فلقد تمت بنجاح، لا مشكلة في ذلك. إذا سأقوم بالضغط على يعني Restart، جيد. إذا الآن يعني سنرى، جيد، إذا كما تلاحظون 128 الجرافيك تم تثبيتها بنجاح. سأقوم بتكبير الشاشة، ننتظر شيئا ما. إذا الشاشة الآن كبيرة وأصبح الماك يعني مجهز بشكل جيد. لتقوم بإخفاء هذه النافذة تضغط على الأيقونة وتختفي، لتثبيتها مجددا تضغط عليها هكذا. سأقوم الآن يعني بتصغير الشاشة لأريكم، يعني فقط سأقوم بحذف هذا القرص هذا، لا أريده، انتهينا منه، إيجكت. سأريكم الآن أنه يعني بونيس بطبيعة الحال بالنسبة للإنترنت. قبل ذلك لاحظوا معي، فالإنترنت غير شغالة، لماذا؟ لأنني قمت بغلقها من الأول، لكن سأقوم بتشغيلها أمامكم. لاحظوا نتورك، ثم سنذهب إلى إنترنت، رغم أنه يعني كونكتد، عفوا أعتقد أن الخيار تم تغييره بشكل أوتوماتيك. إذا ستضغط هنا يعني على Settings Host Only، Host Only. جيد، إذا الإنترنت لا تعمل. إذا سنأتي إلى سفاري، ثم سنضغط على جوجل. الإنترنت ليست شغالة، لماذا؟ لأنه يجب تغيير هذا الإعداد هذا، يجب تغيير هذا الإعداد هذا. قبل ذلك يعني سأقوم بإرجاع هذه النافذة هذه، سأضغط على هذا الإعداد Settings، ثم سنختار يعني Bridget، أوكي، وسنرى إن كانت ستأتي الإنترنت أم لا. جيد، Connected. الآن لدي يعني أدرس IP حقيقية، سنعود إلى الجوجل، جيد، الجوجل شغال بشكل جيد، جيميل، الانترنت شغالة 100%. إذا قبل أن أختم الفيديو سأريكم يعني أن يمكنكم التعامل مع هذا الفيمور كما لو أنه يعني حاسوب حقيقي. فالحاسوب الحقيقي هو هذا، مثلا سأريكم طريقة قراءة USB، سنذهب إلى ديسبيسي،
سأقوم بإدخال مفتاح اليو اس بي في الحاسوب هكذا. هنا سيسألني هل أريد يعني ربطها بالهوست أو بالفيرتوال بوس. سأتركها في الهوست، ثم بعد ذلك أقوم أريكم طريقة تحويلها إلى الفيرتوال بوكس. إذن أول شيء يعني سنقوم بقراءتها هنا في الحاسوب الحقيقي. ها هي كما تلاحظون، ها هي الآن في الحاسوب الحقيقي. وإذا أردتها في الحاسوب الوهمي سأتي إلى هنا، يعني في هذا السهم هذا، ثم سأتي إلى هذه الخاصية أعتقد من هنا، نعم من هنا، ثم Removable Device، ثم تبحث عن USB الخاصة بك. أنا اسمها توشيبا Data Travel، سأختارها ثم سأضغط على Connect وطبيعة الحال OK، ثم سأقوم بغلق هذه النافذة هذه. ولاحظوا معي هي يعني مفتاح USB، سأقوم بحذفها مرة أخرى كي تشاهدوا الطريقة، فهي يعني تعمل بشكل جيد. هي عادت الآن يعني إلى الويندوز الحقيقي، عادت الآن إلى الويندوز الحقيقي. لكي أدخلها إلى الماك ريموفابل، تبحث عنها في هذه اللائحة هذه ثم كونكت. ليس فقط مفتاح USB بل جميع يعني الأجهزة التي تعمل ب مفتاح USB. تنتظر قليلا ستظهر معك يعني هنا في الأعلى. إذا ها هي دو كليك وتتصفح يعني محتوى USB. إذا هذا كل ما يخص بالنسبة لهذا الفيديو، نلتقي في فيديو آخر. السلام عليكم.